اهتمام كبير، لان النادي الاهلي وهو بيتلقى عروض الرعايه من الشركات المختلفه مش بيدور بس على القيمه الماليه الكبيره من عرض الرعايه. النادي الاهلي بيدور على حاجتين، اول حاجه انها تكون شركه رائده في مجالها، علشان النادي الاهلي هو اكبر نادي في مصر، في افريقيا، في الشرق الاوسط تاريخيا وانجازات وشعبيه وجماهيريه، فلازم الشركه اللي بتكون في معاها شراكه، لان هي عقود النادي الاهلي مش عقود رعايه فقط، هي عقود شراكه مع النادي الاهلي بيكون فيها استفاده للطرفين وعائد للطرفين. فبندور دايما على الشركات الرائده في مجالها علشان يكون في شراكه بينها وبين النادي الاهلي. الحاجه الثانيه بندور على اكبر عائد مادي يتناسب مع اسم النادي الاهلي وشعبيه النادي الاهلي وانجازات النادي الاهلي. فدي معادله صعبه ان انت دايما تلاقيها بسهوله، ولكن النادي الاهلي دايما بيسعى ان هو يحافظ على الحاجتين دول في كل عقود الرعايه او الشراكه اللي بتتم في الفترات السابقه. عايز اقول ان طبعا هذه الشراكه اللي بتتم احنا في ليها دايما عوامل كثيره جدا، ومن اهم هذه العوامل التعاون اللي لقيناه من الشركه المتحده للرياضه. بصراحه احنا بنلاقي كل تقدير واحترام وتعاون من قبل الشركه في كل الملفات اللي بتخص الرعايه وملفات اخرى كثيره جدا، بيحصل تعاون ما بيننا وما بينهم فيها. اللي عايز اكد عليه النهارده مع حضراتكم ان النادي الاهلي التزاماته الماليه كبيره، حجم الانفاق فيه كبير جدا جدا، سواء على اللعبات الرياضيه او البنيه التحتيه او الانشاءات او الخدمات اللي بيقدمها لاعضائه وجماهيره. عشان كده احنا دايما بنشتغل في ملف الرعايه بالتعاون مع مجالات، مع كيانات كبيره جدا، والحمد لله بنقدر نحقق العائد الذي يليق بالنادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي. قدر النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت ان هو يحقق طفره كبيره في كل فروع النادي، وده طبعا غير الدعم الفني والاداري وتوفير كل احتياجات الفرق الرياضيه في كل اللعبات. الحقيقه النهارده احنا الحمد لله بنوصل لخطوه جديده ومهمه في ملف الرعايه، وبنعلن من خلال هذا المؤتمر عن شراكتنا مع شركه بروميثيان تاير ايجيبت، وهي شركه عملاقه في مجال صناعه الاطارات. الميزه في هذه الشركه الكبيره انها بتصنع وبتستثمر في مصر، مش بس مجرد شركه حاطه لوجو مع النادي الاهلي، ولا هي شركه اهم جزء فيها انها بتستثمر في مصر وبتصنع في مصر، وده يمكن حاجه مهمه جدا ومختلفه عن معظم عقود الرعايه اللي موجوده في شتى المجالات الاخرى. النادي الاهلي لما بيشتغل عنده شركاته، وشركات النادي الاهلي هي زي ما بنقول كده ليها، هي عامل رئيسي ومحور رئيسي في ان النادي الاهلي يشتغل بالطريقه صح، طريقه بروفيشنال. ويمكن النادي الاهلي له الرياده في موضوع الشركات، فشركه الاهلي لكره القدم برئاسه المهندس عزي القيري كان ليها دور كبير جدا في عقد الشراكه اللي بيتم اليوم. بشكر شركه الاهلي وكل العاملين والقائمين على شركه الاهلي لكره القدم. عايز اقول اذا كان النادي الاهلي هيستفيد ماديا واستثماريا من هذه الشراكه، في نفس الوقت شركه بروميثيان تاير ايجنت هتقدر تحقق نجاحات كبيره وعلى مستوى اكبر من الانتشار،
بعد استغلالها للعلامة التجارية للنادي، وأكيد طبعا زي ما حضراتكم عارفين جمهور الأهلي هذا الجمهور العظيم اللي هو دايما الداعم والسند لناديه، إن شاء الله يكون هو فرس الرهان في نجاح هذه الشراكة. احنا بنشكر شركة بروميثيان تاير ايجنت ونأكد بالتعاقد معها لمدة 3 سنوات، وإن شاء الله يكون في تطوير دائم ومستمر لهذه العلاقة المتميزة. عايز أشكر شركة المتحدة للتسويق الرياضي على جهودها معنا، والشكر بالطبع لكل منظومة العمل في النادي الأهلي اللي بتبذل أقصى جهد لرفع شأن النادي وكل فرقه الرياضية. شكرا لحضراتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد الاستاذ محمد غزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي على هذه الكلمه الضافيه التي القاها نيابه عن مجلس اداره النادي والكابتن محمود الخطيب في بدايه هذه الاحتفاليه. وكما اشار الحقيقه الاستاذ محمد غزاوي الى انه مجموعه شركات النادي الاهلي هي واحده من اهم نجاحات المجلس الحالي برئاسه الكابتن محمود الخطيب التي اطلقها قبل سنوات لتكون الذراع الاستثماريه له، وكما ذكرنا البحث عن مصادر تمويل تساعد على يعني توفير التمويل اللازم للفرق الرياضيه للنادي المختلفه. كانت شركه الاهلي لكره القدم هي واحده من اهم هذه الشركات، وربما حضرتكم معنا جمله من عقود الرعايه السابقه برعايه ايضا كريمه للشركه المتحده شريك النجاح النادي الاهلي الشركه المتحده للرياضه. كان الوضع مختلف بعض الشيء، كان مجلس اداره النادي الاهلي المدير التنفيذي هو الذي يقوم بالتوقيع الان. هذه واحده من اهم ثمار وبدايه نجاحات شركه البروميثيوم، ولذلك من الاهميه بمكان ان نستمع الى السيد المهندس عدلي القيعي، واحد من اولئك الذين يضربون بجذورهم في اعماق التاريخ، علامه متميزه ومميزه للنادي الاهلي على مر العصور. المهندس عدلي القيعي رئيس شركه الاهلي للكره في المنطقه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأصالة عن نفسي بالنيابة عن مجلس إدارة شركة الأهلي، كلكم أصحاب مكان لأنكم كلكم ليكم الإسهامات الحقيقية في مسيرة النادي الأهلي طبقا لما يحقق مصالحه وأهدافه. أنا مش يعني لازم أرحب بسيد نائب رئيس النادي الاهلي الاستاذ محمد غزاوي، بنفتقد طبعا الكابتن محمود الخطيب، ولكنه يختار بعنايه من ينوب عنه. استمعنا الى كلمته. ارحب بشركه بروميثيوم تاير، وهنتوقف عندها قليلا بعد ان نرحب بالسيد الاستاذ محمد يحيى والسيد الاستاذ الوزيري رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة. شركائنا في كل خطواتنا في تحقيق أهداف النادي الأهلي. يمكن أنا بالنسبة لي المرة دي الموضوع بيعني أمر خاص شوية، لأن النادي الأهلي لما فكر يعمل شركات لأنشطته المختلفة كان يسعى إلى أن يطبق النموذج العالمي في إدارة الشؤون الرياضية وكرة القدم. فأن أقف أمامكم الآن وأعلن أننا انطلاقا واتصالا مع أهداف النادي الأهلي الكبير نأخذ التكليفات ونأخذ التوجيهات ونسير عليها ونحاول أن نحقق ما فيه المصلحة طبقا للكتالوج الخاص جدا بتاع النادي الاهلي.
اليوم قد تشهدون توقيع عقد مع شركة بيسموها مالتي ناشنال، هي شركة متعددة الجنسية، هي شركة تستثمر في مصر وتصدر إنتاجها في معظمه إلى أوروبا، هي شركة إطارات النقل الثقيل، يعني هي بتشيل التقيل قوي، فلما تيجي تتفق مع النادي الأهلي عارفة هي هتشيل إيه، والنادي الأهلي لما يختار يتكل على مين ويعتمد على مين ويجري مع مين يجيب النادي التقيل قوي. فأنا بقول لكم هي شراكة متكافئة، أعتقد إنها سوف تضيف إلى كلانا أو كلينا، أتمنى أن تدوم، ودائما وأبدا ما أنصح جماهير الأهلي تدور قلوبه على منتجات رعاة النادي الأهلي، لأن ده اللي هيخلي الرعاة دول يستمروا وينموا ويجيبوا غيرهم. إحنا عايزين بقى الانترناشونال، بقى عايزين الشركات الدولية العملاقة بره تشعر ان في حاجة اسمها النادي لا يستحق ان يستثمر فيه هنا وبالعملة الصعبة، وهذا ما يحتاج اليه وطننا الحبيب. القادم يشكل تحدي خاص، واحنا ما الا جنود او طروز صغيرة في منظومة كبيرة، كلنا بنسير عشان الساعة تبقى دقيقة جدا جدا جدا، وساعة الاهلي دائما دقيقة جدا وعلى أعلى مستوى. أنا أشكركم وأدعو إلى إتمام مراسم هذا الحفلة والاحتفالية. ألف مبروك للأهلي وللشركة الرعاية والمتحدة ولكل حضراتكم. وأنا أجلت بقى إن أنا أوجه التحية الكبرى لضيوفنا الكبار، خاصة وسائل الإعلام، لأن لا يوجد في الدنيا رعاية ولا دعاية ولا تسويق إلا من خلال الإعلام عنها. البركة فيكم وأهلا بكم شركاء دائما في خطوات النادي الأهلي. والسلام عليكم ورحمة الله. سعد لي القيعي سرق الميكروفون وغازل الجميع بخبراتي العريضة وتاريخي العريق. ما زلنا الحقيقة نتلمس طريقته وأسلوبه وعلمه وانتمائه للنادي الأهلي لنهتدي بها يعني. متعه الله بوافر الصحة والعافية وبقي واحد من رجالات النادي الأهلي التي تواصل عطاء بإخلاص، ونشكره الحقيقة على هذه الكلمة وعلى هذا الجهد الكبير الذي يقدمه. اسمحوا لي كمان قبل ما أقدم مستر ستيفانو كلمة مجموعة كمان من خدام الرياضيين والمسؤولين في النادي الأهلي، الحقيقة أرحب بهم جميعا، أعضاء مجلس إدارة شركة الأهلي أيضا للكورة كابتن أحمد حسام أستاذ محمد يوسف الجميع للتوفيق. طبعا إسلام الشاطر وهاني رمزي منورنا كالعادة، كل مسؤولي النادي الأهلي ومسؤولي شركائي النجاح في الشركة المتحدة، الحقيقة فريق عمل على أعلى مستوى يعني. نفسي أشكر هشام زايد ومدولنا وهنا الجميع يعني على كل اللي بيقوموا بيه في خدمة النادي الأهلي ولترسيخ هذه